تعالوا نروح بقى ونتابع اخر اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه مع زميلتنا العزيزه سالة حامد، موجوده سالة في مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالة صباح الفل عليك، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، واكيد بصبح عليك انا هواندو على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد في بدايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي، وطبعا كالعاده هكون معاكم يا كريم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان اطلعكم على اخر واهم الاخبار طبعا لجميع الفرق الرياضيه في النادي الاهلي. ويعني طبعا خليني في البدايه ابتدي معاكم بالفريق الاول لكره السله رجال، طبعا تحت قياده مستر اجاستي ابوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي، واللي النهارده ان شاء الله يعني هيواصلوا التدريبات وهيختموا جميع استعداداتهم في تمام الساعه 6 مساء يعني على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. يعني خلاص يعني رجال السله والجهاز الفني النهارده هيختموا استعداداتهم قبل مباراه غد، المباراه الرابعه للنادي الاهلي في دوري السوبر لكره السله، واللي هتكون ان شاء الله يعني امام نادي الزمالك في تمام الساعه 8 مساء على نفس الصاله اللي اتمرن عليها جميع لاعبي النادي الاهلي، صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. وكمان يعني خلينا نكلمكم شويه عن الغيابات والاصابات اللي هتكون موجوده في يعني مباراه غد ان شاء الله. يعني مروان سرحان هيغيب عن مباراه غد بسبب يعني الاصابه اللي تعرض لها اثناء التمرين، وهي كسر في الصباعين. يعني الاصابه دي هتتراوح يعني غيابه ما بين 6 ل 8 اسابيع. وكمان ايهاب امين يعني هيغيب عن مباراه بكره، او يعني في احتماليه ان هو يشارك بكره ان شاء الله، يمكن القرار ده هيكون في ايد الجهاز الفني لكره السلة بعد ما يعني أجرى عملية جراحية، ويمكن يعني الجهاز الطبي خايف من يعني المضاعفات اللي هتحصل لإيهاب أمين لو شارك في مباراة غد. فهي القرار ده هيكون النهارده إن شاء الله يعني هيحدده الجهاز الفني والجهاز الطبي لفريق الأول لكرة السلة رجال. كمان سيدات السلة امبارح يعني حققوا الفوز على نادي الشمس بنتيجة 84-56 ضمن منافسات بطولة دوري السوبر لكرة السلة، ويمكن النهارده يعني بدون راحة هيواصلوا التدريبات مع كابتن علي هاشم المدير الفني لفريق النادي الأهلي في تمام الساعة 7:30 مساء داخل مقر النادي، عشان عندهم يعني مباراة مهمة جدا يوم الثلاث المقبل مع نادي الطيران في تمام الساعة 4 عصرا، ودي هتكون على صالة نادي الطيران في بطولة دوري السوبر لكرة السلة. استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضية، كمان خلينا شوية اكلمكم عن يعني الكرة الطايرة داخل النادي الاهلي وفتيات الذهب او سيدات الطايرة. يمكن خليني اقول لك يا كريم، وطبعا اقول لك يا هواند، انه سيدات الطايرة يعني بيواصلوا كتابة التاريخ باحرف من الذهب. يمكن يعني خلاص هم وصلوا للمباراة رقم 76 الفوز المتتالي، يعني لرقم 76 فوز متتالي، يمكن فاضل لهم مباراه واحده يوصلوا لرقم 77، ويمكن لما يوصلوا للرقم ده هيدخلوا بيها موسوعه جينيس للارقام القياسيه. تمام، يمكن النهارده ان شاء الله يعني سيدات الطايره عندهم التمرين في تمام الساعه 5:30 مساء عشان يستعدوا بشكل قوي لمباراه غد امام هليوبلس على صاله الامير او على صاله عفوا الشهداء داخل مقر النادي في تمام الساعه 6 مساء. ويمكن هي دي المباراه يا كريم اللي لو فازوا فيها سيدات الطايره هيوصلوا للرقم 77 ويقدروا يدخلوا بها موسوعه جينيس للارقام القياسيه. كمان رجال الطايره عندهم تمرين كمان شويه في تمام الساعه يعني 11:30 صباحا، عندهم تمرين كمان شويه على صاله امير عبد الله الفيصل عشان يستعدوا بشكل قوي لمباراه غد امام سبورتنج في تمام الساعه 4 عصرا، واللي هتكون على نفس الصاله صاله امير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. وكمان سيدات اليد امبارح كان عندهم مباراه مع نادي سموحه في تمام يعني الساعه 4 عصرا، واللي فازوا فيها على نادي سموحه بنتيجه 42-27 في بطوله الدوري، والنهارده ان شاء الله يعني هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات وهيعودوا مره اخرى يعني للتدريبات بكره في تمام الساعه 5:30 عشان يعني يستعدوا بشكل قوي لمباراة المعادي في بطولة كاس مصر الدور الثمانية يوم الثلاث ان شاء الله على صالة نادي المعادي. يمكن دي يا كريم يعني انا هواند كانت كل اخبارنا النهارده بالنسبة لي يعني جميع الفرق الرياضية داخل النادي الاهلي. يمكن طبعا انا معاك يا كريم لو في اي سؤال، والان العودة مرة اخرى للاستوديو، طبعا الكلمة ليك يا كريم، تفضل. نشكرك يا سالة جزيل الشكر على هذه التغطية المتميزة، والان الى الصحافة الرياضية. والان حاد الان. طيب شكرا ليك يا سالة. وعلى فكرة واضح ان في الضلة الجو برد شوية، يمكن احنا عشان شايفين هنا شمس، بس واضح ان الجو اكيد مش زي ما احنا شايفينه من هنا. يعني على كل حال نشكرك جدا.